السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل إخواتي وكل حبايبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشا. إزيكم يا أمارات؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا وسعيدة. عملنا في الفترة الأخيرة قوائم تشغيل فيها ملفات، عندك ملف كامل فيه كل ما يخص الشعر، ملف للبشرة، ملف للتخسيس، ملف فيه تنظيفات البيت، ملف لتعليم المنظفات، وملف اسمه ملف الصيدلية فيه كل منتجات الصيدلية الرخيصة. حصل. فكنت في مرة من المرات كلمتكم على زيت النخاع. زيت النخاع كلنا عارفين ان هو الزيت رقم واحد على المجرة، اللي هو يعتبر زيت الكولاجين، منجم كولاجين حرفيا. لو انت جديدة علينا هتقول لي يا رشا ايه الكولاجين ده؟ الكولاجين ده يا نور عيني قلت لك قبل كده اللي هو الحل السحري لكل علاج مشاكل شعرك او مشاكل بشرتك، غذاء الدنيا والاخر. يعني انا لو شعري بيتساقط بيتقصف، شعري متهالك، شعري حرقته من صبغة، الناس اللي عملوا بروتين يا جماعة اللي كل شوية تكتبوا لي في التعليقات وشعرهم باظ، لبنى حبيبتي الزيت ده ليكي، كل الناس اللي عملوا بروتين شعرهم باظ، عملوا فرد شعرهم باظ، عملوا صبغات، كل الناس ديت عليكي. وبنتك صغننه شعرها مش بيطول، شعرها مش بيتقل، شعرك انت بتساقط عليكي وعلى الزيت ده، زيت النخاع. كنت طلعت وكلمتكم عنه، النهارده جايه عشان اقول لك تعمليه ازاي في البيت. كنت من فتره كده كلمتك عن الزيت ده، اسمه زيت النخاع بالمنظر دوت، هو بس الزيت جاي على الورقه بتاعته من بره. الزيت ده حلو جدا وقلت لكم ساعتها هاتوه من الزيوت اللي انا شخصيا برشحها، بس في طبعا اخواتي ممكن ما يعرفوش يوصلوا له، او مثلا حد في الدول العربيه ممكن ما يلاقهوش. هتلاقيه تحت مسمى تاني، مفيش مشكله برده لو انت جبتيه، بس الافضل ان جيتي الحق انك انت تعمليه في البيت. طيب نعمله ليه في البيت؟ عشان يا حبيبه قلبي مهما هتشتريه من بره مش هيكون بكفاءه اللي انت هتعمليه بايدك، وطبعا ارخص بكتير جدا وهتستفادي من فوائد ملهاش اخر. يعني اللي انا عايزه بس عشان الخص عليكي وقت الفيديو، حرفيا منجم كده كولاجين، اللي هو كل مشاكل بشرتك هيتحل بشويه الزيت القمر اللي احنا هنعملهم النهارده. اول حاجه يا نور عيني، النخاع ده بناخده من البقره، ان اخواتي اللي في الدول العربيه مش عارفه انتوا فاهميني ولا لا، اللي هو عظم البقره او عظم الجاموسه او عظم العجل، ما اعرفش انتوا بتسموه ايه عندكم، اللي هو العظم دوت بناخد من عنده النخاع. طبعا النخاع ده زي ما قلت لكم حاجه كده روعه في انتاج الكولاجين، تمام، كله كده كولاجين. هتروحي للراجل تقولي له لو سمحت انا عايزه ماسوره، عندنا في مصر هنا بنسميها ماسوره، هيديكي واحده متقطعه ومكسره بالمنظر اللي قدامك دوت. انا عاوزه بقى النخاع اللي جوه ده، اللي هو بيبقى زي، بس يا لوش، اللي هو زي بيبقى زي ماده السمنه اللي انت شايفاه جوه العظم دوت. وبعدين يا حبيبه قلبي هتاخدي الماسوره بالمنظر اللي قدامك ده، متكسره كده، المكسره هيتضرب بالمنظر ده، هتطلعي لي النخاع اللي جوه اللي هو بيبقى زي شبه السمنه بالمنظر اللي انت هتشوفيه ده. هتفضي كل النخاع اللي جوه العظم وتحطوه لي في قلب طاسه وتوطيه لي عليه النار جدا 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 جدا، تمام كده يا امراتي؟ تمام كده. اول لما يسيح معاكي قشطه قوي، هصفيه كده بالمصفى وهاخده احطه في بطرمون. عايزه اقول لك لو انت استخدمتيه على وضعه على وضعه كده قشطه جدا، لا انا عاوزه ان انا احط عليه شويه زيوت مفيش مشكله، يبقى ممتاز جدا ورهيب. يا سلام كده ويا حبذا لو عندك حبه زيت خروع تحطيهم عليه، يا سلام كده ويا قمر لو انت عندك شويه زيت روزماري ترميهم عليه، يا سلام كده يا عسل لو انت شعرك كده مثلا ناشف فعايزه تطريه اكتر ترمي لنا معلقتين من زيت زيتون. طب لو انا ما عنديش بقى زيوت يا رشا، حطي لي حبه من زيت الذره. زيت الذره اللي احنا بنطبخ بيه العادي ده رهيب جدا للشعر، بيطول الشعر وبيقوي الشعر وحاجه كده عظمه. ممكن تحطي لي شويه من زيت الذره، يبقى لا اما انا استخدم النخاع بس كده، النخاع اول ما هسيحه على النار هيسيح، بعد كده هحطه في بطرمان هيديك المنظر اللي انت هتشوفيه ده، تحسي ان هو عامل زي السمنه كده بالمنظر ده، تمام؟ تمام. عايزه تسيبيه على وضعه كده قشطه جدا مفيش مشكله، ممكن نستخدمه كده عن طريق ازاي استخدمه كده يا رشا، هو عامل زي السمنه، انك انت حبيبه قلبي قبل ما بتستخدميه بتحطي البطرمان على حمام بخار، اللي هو بتجيبي حله ميه وبتحطي فوقها طاسه سوري مصفى من فوق او شبكه وبتحطي عليها البطرمان، او انك انت بتجيبي يا ستي حله ميه سخنه وبتحطي البطرمان فيها كده دقيقه دقيقتين هتلاقيه ساح، وتدهني بيها شعرك. دي كده الطريقه الاولى. لا انا عندي شويه زيوت عظمه عايزه احطهم، اصل شعر البنت مش عاوز يطول، اصل انا شعري يا رشا بيتسقط فعايزه ادلعه بحبه زيت خروع، عايزه احط معلقتين زيت زيتون يدلعوا المسائل، يبقى حضرتك هتحطي الزيت عادي وتسيبيه برده على وضعه كده. في تلك الحالتين سواء انت سبتيه نخاع لوحده واستخدمتيه، او في حاله انك انت زودتيه بشويه زيوت ملهاش مقدار، ما تقوليش يعني طب احط يعني قد ايه زيت ملهاش مقدار، عايزه تحطي كتير تحطي قليل مفيش مشكله. طيب يا رشا دلوقتي انا عملته، اغسله طبعا لان ده نخاع، لو سبتيه على شعرك هيعمل معاكي ريحه مش لطيفه وهتعمل معاكي نتيجه عكسيه. طب اغسله بعد ايه؟ زي ما احنا متعودين مع بعض، كل ما سبتيه فتره طويله على شعرك كل ما ادى لشعرك كفاءه حلوه، وكل ما بصيلات، يعني عايزه اقول لك ايه،
اقوى من اقوى فيتامين انت هتشتريه من الصيدليه، اقوى من اقوى جلسه ترميم هتروحي تعمليها في اي بيوتي سنتر. يعني مش عارف والله، حاجه كده قنبله حرفيا كده، هو قنبله لغذاء بصيلات الشعر. تمام، هتدهني بيه بصيلات شعرك وفي نفس الوقت هدهن بيه الشعرايه من بره. عايزه تلبسي كيس كده ولا بنيه على راسك، قشطه جدا عشان بصيلات الشعر تتشربوا بسرعه. بعد كده بس يا لوش، بعد كده بشطف شعري بقى بالشامبو بتاعي اللي انا بستخدمه او باي صابونه طبيه من اللي احنا قلنا عليهم على القناه، وتخرجي بقى تسرحي شعرك، هتتفرجي على الجمال. لو انت عملتي يا غاليه، والله لو انت عملتي الطريقه دي مرتين اسبوعيا ومشيتي لي عليها بس شهر شهرين، اقسم بالله مش هقول لك انك هتنبهري من اللي هتشوفيه في شعرك، ده انت هتتصدمي. يعني اللي هو ايه الجمال ده؟ هيتقل، هيتقل قوي جدا. الناس اللي شعرها عمال يقع، مش هيقع، يعني قنبله فيتامين انا حطاها في بصيلات الشعر. لو مش بيطول هيطول، لو بيتساقط خلاص هيبطل تساقط. غذيت يعني انا اديتها غيزه اهو، فهتطلع بقى الشعرايه الخفيفه المتهالكه دي خلاص هتروح، هتلاقي شعرايه كده صحيه. عرفت تعملي زي ما انا قلت لك؟ قشطه. ما عرفتش والله يا رشا، ورايا شغل، ورايا العيال والمدارس والجو ده، يبقى يا حبيبه قلبي هتنزلي عند اي عطار او اي صيدليه، قولوا له انا عاوزه ازازه زيت نقيع، هيديها لك جاهزه متكامله، بس زي ما قلت لك مش هيكون زي اللي انت هتعمليه في البيت. اتمنى اكون قدرت افيدكم يا اماراتي. ما تنسيش اللايك، عايزه تشوفي ملف الشعر عشان خاطر تشوفي بقيه وصفات الشعر اكتبي لي، ملف اللي فيه منتجات الصيدليه الرخيصه اكتبي لي، او خدي جوله على قوائم التشغيل هتلاقي هناك فيه 10 ملفات. اختم الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.